السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد في القناه. جبت لكم الجديد والجديد، جبت لكم كيكه ديال الفواكه الجافه، كلشي كتعجبو كلشي كتحمقو. انا كان وعدكم بلي نهار غادي ديروها ما غاديش تبات في الثلاجه نهائيا، غادي تكال في ساعتها. كتجي زوينه 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 زوينه، واحد التعلاك فيها خيالي، وكتجي طالعه ومفشفشه من الداخل، هذا هو الاهم. وجيت اقتصاديه، كدير فيها غير المكونات اللي نتوما عندكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تلايكيو، وما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم. مرحبا بكم والسلام، مرحبا في قناتي، وتبارطاجيو مع العائله والاصحاب ديالكم. راه ما غاديش ندمو على هاد الكيكه زوينه زوينه بزاف، كيف تنقولوا كيكه همويه ديال النهار الكبير، ماشي بحال كيكات العاديين. غادي نبداو بسم الله في المقادير. كيف ما تيبان لكم يعني بسيط بزاف واقتصاديين. غادي نحتاجو هنايا 4 ديال البيضات، 180 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجو يعني هاد الكيكه يعني كلها هي بالفواكه الجافه. هنايا خديت نص هكا زليفه، يعني ديروا يعني الفواكه اللي عندكم، يعني اي حاجه، يعني التمر، اللوز، القرقاع، الزبيب، يعني اي حاجه كانت عندكم ما تكلفوش على راسكم. انا المهم هادشي اللي عندي في الدار هو اللي درت، يعني ما تقديتش شي حاجه اخرى من الزنقه. هنايا درت هنايا الزبيب الاحمر ولا الابيض، يعني ماشي مشكل. خديت هنايا طبيصير، خلطت فيه هنايا داكشي اللي عندي درتو، القول بيطيح. خديت هنايا طبيصير، شديت قطعت فيه هكا التمر، اللوز هكا اللي طويله قطعتها على النص ولا خليته بحال هكا باش يجي عاطي واحد القرمشه. وخديت هنايا هذوك لي فخوي كونفي، كل وحده قطعتها هكا على نصيص، يعني دوك دوك التوت المعسل. ها هو ها هو، كل وحده يعني قطعتها على النص. صافي هادشي اللي كاين. وغادي نستعملوا 4 ديال المعلقه ديال السنيده فقط، حيت من بعد غادي نديروا السيرو. وغادي ناخذ هنايا جوج ديال الخمالات مع الفاني، هادو هما المقادير اللي غادي نستعملو. غادي نبداو دابا بسم الله في الطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ العجانه ديالنا ولا يعني الباتور، المهم شي حاجه فاش غادي تطلبوا الزبده. نبداو بسم الله، كناخذوا الزبده يعني في حراره يعني الغرفه، ما خصهاش تكون قاسحه باش دغيا تطلب لينا. بين 160 غرام حتى 180 غرام. غادي نديرو 4 ديال المعالق ديال السنيده، ما تنساوش التمر حلو واللي فخوي كونفي والزبيب، يعني ديرو بحسابهم. وباقي غادي نديرو السيرو. هاد الكيكه فعلا كتجي رائعه بزاف. صافي غادي دابا نبداو نطبقو في البيض في الزبده عفوا. بحال هكا غادي نبقاو تنخدمو الزبده مزيان مع السنيده حتى تطلق لينا. غادي نجيبو الملحه، نديرو واحد الكاسه ديال الملحه ضروري من المهارات، عارفين يعني باش نصحو المذاق. اي حاجه حلوه كتبدا واحد شويه ديال الملحه، نبداو مع مرقه شويه صافي، ونطلبها مزيان. من بعد ما كتخدم لينا الزبده مع السنيده مزيان، غادي نبداو نزيدو بيضه ببيضه وحنا كنطلبو، يعني كنطلبو كنزيدو بيضه ببيضه. هادي ماشي بحال الكيكه العاديه يعني بالزيت ولا بشي حاجه، يعني كتجي كيكه يعني سبيسيال ديال النهار الكبير ديال الحطه الكبيره، يعني كنفرحوا بها، ماشي كيكه عاديه. بحال هكا كنزيدو 4 ديال البيضات، كيتسائلوا علاش ملي كيجيو هاد الكيكه بالفواكه الجافه كيحتلوا ليهم لتحت وكيلصقوا وما كيجيوهمش يعني في وسط الكيكه. هذا هو السر، كتاخذوا الدقيق وكتخلطوا مع هاد لي فخويسك عاد كتزيدوهم. بالنسبه للمقدار ديال الدقيق، كنستعملوا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، يعني 3 الكيسان ديال العنبه. غادي نزيدوا دابا لي فخويسك ديالنا كاملين كاع اللي عندنا، الزبيب، غادي نزيدوا الفاني، يعني ضروري تخلطوهم مع الدقيق، ماشي تجيو ترميوهم هكا في وسط البيض، غادي يحتلو لكم لتحت وما غاديش يجي المنظر ديالهم زوين. جوج ديال الخمارات صافي، ونخلط دابا مزيان حتى يتلبسوا ليا هاد الفواكه الجافه بالدقيق، عاد نرميوهم يعني هكا. يعني هادو تبقى عندكم سير، يعني ديما ديروهم يعني تلبسوا بالدقيق، عاد رميوهم في وسط الكيكه ولا يعني في وسط اي حاجه نتوما بغيتو.
هكا ديان. صافي. ودابا نجيب هذاك البيض والزبده اللي كيكون تخدم مزيان، غادي نجيو غادي نضيفو عليه دقيق. يعني راه عطيتكم العبارات يعني موزونين، يعني العبار ديال الدقيق وديال كلشي. صافي غادي نبداو نخلطو مزيان، يعني كيكون هي الخليط ديالها قاصح ماشي بحال الكيكه العاديه، يعني هذه كيكه كيف قلت لكم مختلفه، شي حاجه يعني زوينه بزاف. كتخلطو هكا مزيان، واخا تجيكم هكا قاصحه تخلعوا منها لا راه هي هكا تتكون. يعني كتجي بحال واحد العجينه. عامره بلي فخبيسك، يعني انايا كتبت فيها كيعجبني يعني تكون هكا كيكه يعني عامره، ماشي غير مسمي عليها كيكه الفواكه الجافه وهي فيها شويه، كيعجبني تكون هكا يعني عامره مزيان. شويه شويه دابا تتقال العجينه. صافي. غادي نجيبو دابا، انا خديت هاد المول الطويل راكو عارفين، يعني الكيكه ديال الفواكه الجافه معروفه كتكون هكا في مول طويل. درت ليه بابي كويسون غير باش يسهل عليا الا بغيت نقلبها، ممكن ديرو غير الزبده والدقيق وترشوه بالدقيق. انا بالنسبه ليا بغيت نقتصد عليا الوقت. بسم الله. كتجي رائعه، يعني شي حاجه اللي همويه وزوينه ماشي بحال اي كيكه. كيف قلت لكم هذه ديال شي عيد، ديال شي حطه ديال الضياف ولا شي ناس كبار، يعني تجي زوينه. بالنسبه لي انا ما قلت لكمش قبيلات، بستعمل الزبده البوميه يعني كتعطي مذاق احسن، ما كنستعملش الزبده ديال التلته، ولكن نتوما الا كانت عندكم هي الزبده ديال التلته ممكن تستعملوها ماشي مشكل، مي كتبقى يعني الزبده تتعطي ثاني مذاق زوين الا كانت يعني شي زبده اللي هو من نوع ممتاز. غادي تسلتو هكا بيديكم حيت راه ما غاديش تسلت، حاولوا نصايبوها هكا بالمعلقه. صافي دابا انا غادي ندخلها الفران، يكون يعني بارد ما يكونش سخون. انا كندخل الكيكه ديالي ديما الفران يكون بارد باش كتطلع ليا مزيان وكتاخذ الوقت ديالها الكافي في الفران. صافي دابا تصايب العصاق. صافي دابا شدات البلاصه ديالها مزيان. هنا عندي واحد شويه ديال لوز ايفيلي غادي نزوق به، حتى هو كيعطي منظر زوين. غادي نزوق به هكا ويدخل يتحمر معاها، كيجي غزال. صافي دابا غادي ندخلوها الفران يكون مشعول على 180 درجه، غتطيب من التحت عاد غادي نشعلو عليها من الفوق. عطيوها الوقت الكافي ديالها في الطياب باش تجيكم زوينه وطالعه وما تجيش معجنه من الداخل. دابا من بعد ما طابت شوفوا كيفاش تتجي، يعني كتكون محمره من الفوق مزيان ولاصق فيها هاد اللوز ايفيلي. هنايا خديت واحد الكاس ديال الماء ديال العنبه، درت معاه ثلاثه المعالق ديال السنيده وواحد المندريه يعني عاديه هكا يعني في هذا القياس، يعني شديتها ودرتها كشنين فات ورديتو كيغلى لمده ديال 10 دقائق. حيدت منو داك الليمون وخليت هاد الماء هكا مع يعني منسم بالليمون، وغادي نخوي على الكيكه وهي سخونه كي خارجه من الفران. يعني ضروري خصها تكون هي كي خارجه، ولكن السيرو خصو يكون بارد باش كتجي زوينه وكتجي مشربه بزاف. يعني انا درت كاس ديال العنبه، ها نتوما شوفوا دغيا شرباتو راه باقي سخونه. صافي دابا غادي نتلاقاو ان شاء الله ملي نزينو. شوفوا كيفاش نقطعوها، كتجي غزاله 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 بزاف من الداخل، هشيشه واحد المذاق واحد اللذه واحد الهشاشه ما نعاودش لكم عليها كيفاش دايره. والاهم من هذا كتجي لونها محمر وزوينه بزاف. منين طابت درت عليها شويه ديال الناباج باش بدات تبري، وبودريتها بشويه ديال السكر كلاصي.